الحقيقة في كشف أثري كبير بالمنيا هيعلن عنه أو هيعلن عنه وزير الآثار بكرة بإذن الله، علشان خلونا نعرف التفاصيل سريعا من الدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار اللي برحب بيه. دكتور مصطفى مساء الخير يا فندم. دكتور مصطفى وزيري بتمنى أن حضرتك تكون سامعني. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذه ياسمين، ومساء الخير للساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب. نعرف بقى الكشف اللي باذن الله من المنتظر انه يتم الاعلان عنه غدا. هو مبدئيا سريعا كده تفضل معالي وزير الاثار دكتور خالد العناني، وزيره السياحه دكتوره رانيا المشاط مع محافظ المنيا النهارده، وكلنا ولفيف من الصحافه والميديا المحليه والعالميه، زياره تفقديه لمناطق تل العمارنة ومناطق بني حسن، واشادوا بالمقابر دي اغلب السفر اللي كانوا موجودين معانا اكثر من 13 سفير ممثلين ل 13 دوله. حقيقه كانت زياره رائعه جدا جدا جدا. ان شاء الله خلصنا، لما خلصنا احنا تل العمارنة وبني حسن، طالعين دلوقتي احنا في السكه كده طالعين على المتحف الاتوني، ثم باذن الله تعالى على الساعه 10 صباحا هنتوجه لمنطقه دون الجبل حيث الكشف الجديد. الكشف طبعا بايادي مصريه خالصه زي ما عودنا مصر والعالم، انه عندنا اكتشافات وزاره الاثار وهي القوه الناعمه لمصر وحضرتك عارفه الكلام ده. عندنا كشف في بعثه مشتركه مصريه ما بين المجلس الاعلى للاثار وجامعه المنيا. احنا الحمد لله عندنا اكثر من 30 بعثه مصريه تعمل على مستوى الجمهوريه. الاكتشافات اللي كانت في 2017 و2018 كانت لها صدى كبير جدا في العالم. باذن الله تعالى بكره هنعلن الكشف على حدود الساعه 10:30، فاتمنى انه اي حد من المندوب الام بي سي مصر يكون منورنا ومشرفنا. بالتاكيد طبعا، بس يعني محتاجين ان احنا يعني احنا موجودين اهو من دلوقتي كمان، عايزين بس نعرف حتى وان كان لمحه عن هذا الاكتشاف يا دكتور مصطفى. لو هنتكلم على لمحه مش تفاصيل، نعم احنا بنتكلم على مقبره جميله، مش نقوش مش كده، لكن هنتكلم على كم اللقى الاثريه اللي تم العثور عليها بداخل المقبره من مومياوات، حاجه رائعه جدا. باقي التفاصيل هتبقى بكره ان شاء الله معانا، هنتكلم على ايه قصتها وزمانها وفترتها والمومياوات دي ترجع لمين وفتره ايه، فهتبقى ان شاء الله كشف جميل. النهارده يعني مش قادر ادي اوصف لحضرتك سعاده السفراء وفرحتهم بتفقد المناطق الاثريه اللي في منطقه المنيا عروس الصعيد. ونقول حاجه كده جميله لحضرتك والساده المشاهدين سريعا، كلمه المنيا جت من فين؟ جت من كلمه منعه خوفو، اي مرضعه الملك خوفو. وبعض المناظر اللي شافوها في بعض المقابر النهارده كانت حاجه رائعه جدا، ما كانوش متخيلين ان لعبه الهوكي اللي معروفه عالميا موجوده على مقابر الدوله الوسطى في منطقه بني حسن من 4000 سنه. بيتكلموا على العلاج الطبيعي، شفنا مناظر للعلاج الطبيعي وشرحنا لهم مناظر العلاج الطبيعي بالجيمنيزيوم، العاب المصارعه اللي عندهم في بلادهم اللي يسمى بالمصارعه الرومانيه. احنا الحقيقه لو قعدنا دايما نتكلم عن اثارنا ممكن نحتاج حلقات وحلقات، واحنا هنتابع طبعا مع حضرتك الاكتشاف يا دكتور مصطفى، وبنتمنى باذن الله يكون معانا قريب ونتكلم عن اخر الاكتشافات وما هو قادم باذن الله. الدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الاعلى للاثار، شكرا جزيلا يا فندم.